اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك؟ اهلا وسهلا دائما، منور على طول. انا حظ حلو بشوفك مرتين في الاسبوع. ده مره انا بتكلم عن المستوى الاعلامي يعني. مره جميل. يوم السبت ومره يوم الاثنين. الاثنين بقى البث المباشر بتاعنا. بس احنا لغينا بعض الصفحات اللي كانت مشاركه، فبقت صفحه واحده دلوقتي. يعني هي مش عارف حسب الله ولا ايه ولا نعمل ايه، اللي هو الف نقطه دال نقطه محمد سعد حامد. حضرتك ده بالعربي ولا بالانجليزي؟ بس المهم يتحط الف نقطه دال نقطه بالعربي، وهي بالانجليزي هيطلع بالانجليزي محمد سعد حامد، برضو الثلاث تكتب بس. برغم كل ده دكتور، احنا يعني رجعنا لنفس الموضوع. نعم. ان احنا مش ملاحقين حتى في الفيسبوك. طيب ناخد اول اتصال. مدام سمية من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ حسام؟ أهلا وسهلا. اتفضلي. والله تمام الحمد لله. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا مدام سمية، الدكتور معاكي. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عنديش سكر، بس حضرتك سكر والله، والبرنامج بقى العسل. بارك الله في حضرتك. الله يخليك. أنا عرفت يا دكتور، كانت بتنظف البوتاجاز. نعم. وبعدين كان بتنظفه بماده نفاذه قوي باور كده، فحصل لها يعني صوتها مش طالع خالص، ومش يعني بتتكلم ما بتفهمش منها حاجه خالص، الاحبال الصوتيه ضايعه. سنها كم سنه؟ مش عارفه تاخد ايه ولا تعمل ايه. حاضر. سنها كم سنه؟ سنها عندها 50. عندها سكر او ضغط او حاجه؟ لا الحمد لله. طيب حاضر، اقفلي حضرتك وهقول لك. شكرا مدام سمية، خليك مع الدكتور. شكرا. هو بس دلوقتي حضرتك دي غازات بتكون بتنبعث من بعض المواد اللي ممكن نستعملها في التنظيف، وبتبقى حارقه او نفاذه جدا، فبتعمل الصوت بيروح، لان استنشاق هذه المواد ممكن ياثر على الاحبال الصوتيه فيحصل فيها تورم او انتفاخ. تمام. هي ممكن تخف لوحدها، تاخد لها يومين ثلاثه. فانا انصح بشرب السوائل الكتير، ولا سيما المواد الدافئه على طول ورا بعضها. وانا شايف ان احنا ناخد حقنه كده اسمها ديبروفوس، حقنه واحده ان شاء الله عضل، هتساعد في ان الاحبال الصوتيه ترجع بسرعه ان شاء الله، تلتئم قبل ما يحصل يعني حاجه تانية ان شاء الله. تمام. ديبروفوس حقنه واحده. حقنة واحدة من ال اكيد، لان المطهرات دي بيبقى فيها حاجات كيميكال. لا، ما هي قالت ان هي كانت مادة يعني هي شبه كاوية، والمادة دي بتطلع يعني ابخرة، والابخرة دي على فكرة ممكن تعمل التهابات رئوية شديدة. يعني اقول لك حاجة، انا عارف انت جالك اتصالين زباين يعني، حاجة نعمة بال حضرتك، بس هقول يعني هقول المعلومة. تمام. الناس اللي لا قدر الله بيكون في حريقة، اللي ما ماتوش من الولعة نفسها بيموتوا من استنشاق الهواء الساخن، اللي هو ثاني اكسيد الكربون. لا. ما في ثلاث اماكن، ربنا يعافينا يا رب. تمام. يعني بيبقى في كذا طريقة للموت هنا. ممكن الحريقة المباشرة، الانسان يتحرق خلصت، او ان هو يستنشق اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون ويجيله غيبوبة، سواء بقى يلحقوه او ما يلحقوش. تمام. والاخطر الهواء الساخن. الهواء الساخن ده بيبقى درجه حرارته من الحريق. هو الفكره، وذلك انت بقى في الحاله دي برضو نفيد الناس، يروح جايب فوطه ولا اي حاجه يحطها في قلب ميه ويلف وش بيها. يعني افرض مثلا دلوقتي في حريقه، انا همشي خلال الابخره دي مثلا لمده 3 دقايق، اجري ينقذ التنفس، بجري. انا اروح لو قدامي فرصه منديل كلينكس اي حاجه، وفي ميه اغرقها ميه احطها على التنفس واتنفس من خلالها. تمام. اتفضل. حلو. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. الحاجة نعمة، السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضلي دكتور، معاك حاجة نعمة. دكتور سؤالي، انا عملت منظار على المعدة عشان برجع على طول. نعم. لقوا عندي ارتجاع المريء
وفتق في الحجاب الحاجز والميكروب الحلزوني. خدت الكورس مشيت عليه اسبوعين بس، انا عندي سحبه كده في صدري برضو وعايزه ارجع. دكتور ايه السبب؟ سنك كم سنه يا فندم؟ 53. وزنك؟ وزني 90. طولك؟ 56، 156. طيب الميل للقيء بيبقى بعد الاكل ولا ملوش علاقه بالاكل ولا لما تنام على ظهرك؟ لا ملوش علاقة بالأكل، على طول عايزة غمامان كده وعايزة أرجع وصاحبة جامدة في صدري كده. الحاجة اللي في صدرك دي لها علاقة بالمشي ولا ملهاش علاقة بالمشي بالمجهود لا يعني؟ وأنا قاعدة أحسها وأنا واقفة أحسها عادي. طيب أما حضرتك تمشي بيبقى الألم ده أكتر بيزيد مع المشي مثلا؟ لا وأنا قاعدة بحسه أكتر. بقول يعني أنا جيت دلوقتي قاعدة حساه، قمت مثلا طلعت حساه سلم، دلوقتي. طلعت سلم، الألم بيجي ولا ما بيجيش؟ نعم؟ مع طلوع السلم الألم بيزيد ولا ما بيزيدش؟ لا هو نفس الألم. بيزيد لما تنام على ظهرك؟ لا وأنا قاعدة أكتر. ومكانه فين يا فندم بالظبط؟ ورا ورا هنا كده مكان ما أنا بعلم إيدي؟ في النص كده مكان إيدي ما بينه كده دلوقتي؟ اه آه. طب اما تشربي لبن حليب يروح الالم؟ لا بيزيد وبحس بحرقان كده. السؤال الاجابه، اما بشرب لبن حليب الالم بيزيد ويبقى فيه حرقان. طيب الف سلامه حضرتك، اقفلوا حضرتك. شكرا شكرا، خليكي مع الدكتوره حاجه يعني. هو في تدخلات يا اسامه دلوقتي بين الاعراض نفسها، يعني لانها مش تيبيكال، يعني تيبيكال يعني مش نموذجيه، يعني الالام اللي بتقولها هي المفروض لو الالم ده ارتجاع في المريء من الحمض المفروض اللبن يريحه. دي طبعا. واحد اتنين، المفروض بيزيد لما بتنام على ظهرها، هو بيزيد وهي قاعده، فانا اشك لان الطب علمنا ان احنا نشك. تعملي رسم قلب بالمجهود وبعدين نتكلم. والناس سليم. ادوها علاج للمعده وما راحش، دي التالته بتاعتي. يبقى واحد انه بيزيد وهي قاعده مش وهي نايمة. وده عكس المفروض، مفيش ارتجاع مريء. الله يبارك فيك. اتنين، ادوها علاج كويس قوي بعد المنظار. تمام. تلاتة، واخد بال حضرتك، يعني اللبن ما بيريحوش، فده انا اخشى انه يكون جاي من منطقة تانية غير منطقة المعدة والمريء. تمام. اهم حاجة يمين، طب طلع من المرارة مش فارق معايا، طلع من القولون مش فارق معايا، المهم رسم القلب. اذا انت هتشتغل بقى الشغلانة بتاعتي. المهم الحاجة اللي انا اخاف منها اللي هو القلب نتبعد عنه. طيب من هنا لحد القلب تعمل ايه؟ هو في فتق في الحجاب الحاجز، يعني في حضرتك المنطقه دي فيها عيوب عايزه تتظبط بالاجنه والشاكوش. جميل. طب احنا مش هنعملها وما انصحش انها تتعمل. ممكن اخد دواء اسمه هيستاك 300 مللي جرام، حبايه كل يوم قبل الغداء بساعه، وان شاء الله نشوف الوضع ايه لمده 15 يوم ان شاء الله. وده رخيص يا جماعه، هيستاك 300 مللي جرام. الف سلامه. طيب ناخد اتصال من الدقهليه يا دكتور. اهلا وسهلا. ام رمزي من الدقهليه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا ام رمزي، الدكتور معاكي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا دكتور كنت كلمت حضرتك قبل كده مرتين عن علاج السكر اللي حضرتك غيرته لي بدل جلوكوفان، خدت اميريل ان وسلدين وتريجلاتون، كنت طيب. حضرتك قايله حبايه واحده، فلما خدت الحبايه واحده لمده 5 ايام بقيت ادوخ ويجي لي عرق وتعب جامد، رحت قيس السكر مره 65 ومره 80 ومره 95، انا قللت الحبايه لنص، بقيت اخد نص، فماشي على النص ومرتاحه، بس انا في الفتره الاخيره كان وزني بيزيد زياده جامده. عملت رجيم مع نفسي علشان لان طولي 100 170 والوزن بتاعي كان 111، فانا وصلت دلوقتي لحد 91 مع نفسي. هل انا ماشيه كده بنظام والنص حبايه اللي حضرتك كنت قلت عليها ولا ارجع اخدها تاني كلها؟ طيب الف سلام عليكي، اقفلي وهرد عليكي بالتليفون. شكرا يا ام رامز، خليكي مع الدكتور. دايما احنا برضه عاوزين نقول للساده المشاهدين ان احنا الدقيقه بتاعتنا ثمنها 14 قرش،
اصل الناس بيخافوا من ايه؟ بيقلقوا من الاتصال. لا يعني انت ما بتركنه على النص ساعه يقول لك ده القناه عاوزه تكسب او احنا اللي هنشارك القناه مثلا بنبيع لهم الوقت او كده. ما فيش حاجه معموله لاي حاجه تجاريه، لا انا عايز عيانين يجوا لي العياده ولا بسوق لنفسي، واللي بيجوا لنا هم عارفين بنقعد نقول لهم ما تجوش خليكم اتصلوا بينا وصبروا عليها. ولا القناه بتكسب ولا احنا بنكسب ولا عايزين القصه دي تماما يعني. اكيد ولا الاستاذ حسام بيكسب. لا 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 انا يجيني الشرف ان انا بطلع وبنساعد المشاهدين بارك الله فيك والناس. طيب بالنسبه لك انت حضرتك ما شاء الله عليكي، انت خسيتي فوق ال 10 12 كيلو تقريبا، هي كانت مش عارف كام وخست كام. فاحنا هنا حضرتك انا ممكن اوقف لك الدواء خالص بعد شويه لو خسيتي كمان 10 كيلو، واخده بال حضرتك؟ فاحنا حضرتك ان شاء الله تعالى تستعملي على النص حبايه، والدواء الجديد ده بيخسسك غير القديم اللي انت كنت بتاخديه، وكملي واتصلي بينا بعد شهرين ان شاء الله والحمد لله. يعني على فكره انخفاض السكر ده علامه من علامات نجاح الطبيب الجامد، لكن هي بتقلق المريض واخد بالك، بس برضو الحفاظ او عدم تصليح العلاج مع سكر منخفض دي لها خطورتها يعني اللي قريبه المفعول وبعيده المفعول. فاحنا ما بنحبش نقص السكر ان نستمر عليه اكتر من 3 4 ايام، لو قرر اكتر من مره لازم تبلغ الدكتور. طبعا احنا للاسف ما بيعرفوش يوصلوا لنا، هتلاقي بتحاول من زباله شهرين مش عارف توصل. تمام دكتور تسمح لي نطلع فاصل؟ نطلع فاصل وخلي الاتصال مقفول. الاستاذ وليد سلام عليكم. ديها ب 14000 مش هتفرق. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. مرحبا بك يا دكتور مره ثانيه. اهلا بك يا حبيبي. وداخلين بعد الفاصل على طول على اتصالين معانا الاستاذ وليد من اسكندريه ومؤدب من بني سويف. ده مين اللي قعدنا؟ الاستاذ وليد اللي قعد من قبل الفاصل. من قبل الفاصل. طيب. استاذ وليد هنديله دقيقه زياده. طيب استاذ وليد من اسكندريه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور محمد ازاي حضرتك وازاي حضرتكم جميعا؟ الحمد لله حضرتك. الحمد لله. ايوه يا فندم، انا زوجتي عندها 39 سنه. تمام اتفضل يا فندم. عندها السكر، ظهر ليها مرض السكر والسكر صايم 170. يعني ظهر حديثا يا فندم؟ والفاطر ظهر حديثا. حاضر. الصايم 170 والفاطر اكتر من 200، بيوصل 210. وبعد كده كشفنا على الغده، لقينا الغده الافراز بتاعه قليل، التي اس اتش 0.02 والتي 3 2.6 والتي 4 1. طيب بس هي المشكله دلوقتي في ان احنا لما بنيجي ناخده علاج السكر بس. اتفضل. بس دكتور هو ده اللي عندي. الوزن ما. عندها الوزن وزنها دلوقتي 90، هي عندها 39 سنه وزنها 90 وطولها 152. طيب خدت علاج سكر ولا لسه يا فندم؟ هي كانت بتاخد كلوزوفاج. اتفضل. اخذت كلوزوفاج كم ملي؟ 1000 ولا 850 ولا 500؟ 1000 1000 اخذت 1000 مرتين في اليوم مش كده؟ تمام. حاجه تانية غير الجلوكوفاج؟ لا لا لسه بقى ما دخلتش في علاجات يعني للسكر. يعني هي سيادتك التحاليل دي قبل ما كانت تاخد علاج خالص؟ التحاليل ديت هي اخذت علاج مبدئي، وهي بعد كده طلعت نتائج التحاليل بعد اسبوعين ما بدات تاخد العلاج. يعني اسبوعين من بعد ما خدت الجلوكوفاج. ايوه بالظبط. طب قبل الجلوكوفاج كان السكر كام يا فندم الصيام وبعد الاكل بساعتين؟ ما كناش بنقيس بقى، ما كناش عندنا معرفه بالقياس. لا لا قبل ما اتشخصت. هي متشخصه قبل ما تبدا علاج خالص. ايوه اول مره كان نقيس كده عشوائي، نلاقي الصايم الصايم نلاقيه فجاه كده هو اكتر من 200 صايم. لا تقصد مش عشوائي يعني، يبقى صايم بقى صايم. صايم الصبح. 200 ودلوقتي بقى 170. بيبقى دلوقتي 170. زي اتفرجت على الحلقه بتاعت حضرتك المره اللي فاتت
وحضرتك قلت ايه افضل قياس اللي في البيت صح. اول ما تصحى من النوم صح, صح. انا جبت جهاز برافو وقستلها برافو عليك. لقيت اول ما تصحى من النوم بنقيس لاقيها 170. حاضر يا حبيبي, انا سعيد اني سمعت صوتك, انت ممتاز يا وليد. انا اللي سعيد اكتر. شكرا يا فندم. شكرا استاذ وليد. شكرا. وليد ممتاز وراجل اللي هو ايه بيتبع ان شاء الله, اللهم اجعلنا من الذين ايه يستمعون الى القول ويتبعون احسنه. تمام. واخبار حضرتك الراجل عجبني جدا, منظم طبعا, حاجات تكنيكال واحنا بنتكلم عليها احيانا ما بيكونش ملم بيها, بحاول انا استفسرها اكتر يعني. تمام. وده دوري. انا شايف ان الجلوكوفاج طيب. الالف قبل الغداء وقبل العشاء. اسف يا دكتور, ندخل ام ادم بس في الانتظار لانها كانت قبل الصلاه برضه. حاضر. ام ادم من بني سويف, سلام عليكم. يا ريت يا ام ادم بس انتظري بس معانا ثانيه بالظبط او ثانيتين, اخلص بس المريض اللي قبل سيادتك. ماشي, خليكي معانا, خليكي معانا على الخط. فدلوقتي الجلوكوفاج يعني, واخد بال حضرتك, نقول جدلا ال 200 اللي هي كان بيعملها قبل كده كان بيعملها في المعمل. تمام. فربما كان اكتر من كده, لان اتفقنا ان لما الواحد بيمشي سكره بيقل, فدي حاجات مش موجوده في الكتب. تمام. وللاسف حتى بعض المتخصصين الكبار ما ياخدوش بالهم منها, لان دي حاجه كده زي ما تكون انت شارع يعني, وخبر حضرتك بتجيب عيش ومش عارف الرده ليه كتير, مش مكتوب في الكتب الرده ليه كتير, فانت تلاقي تفاجئ ان مثلا الراجل العجينه كانت طريه زياده عن اللازم فلم بترد كتير. تمام. مش موجوده في الكتب برضه. صح. ده بتجري بيحط رده, ما بيحطش رده, هي العجينه هي لمت الرد. طبعا, لانها صح. يعني اقل يبسا يعني, مش يابسه. تمام. رخوه اكتر او. فالمهم انا ارى ان احنا نكمل على الجلوكوفاج ألف وألف, وبيسد النفس وممكن ينزل 90 كيلو 2-3 كيلو, وتمشي كل يوم من نص ساعة لساعة إن أمكن, على مرة أو على مرتين, مش نازل مرة واحدة, وتكمل لي كده كمان 3 أسابيع. أنا متفائل إن هيكون كافي, لأن أنا لو اديت أي دواء تاني غير الجلوكوفاج ممكن يقلل فرصة إنها تخس, ولو أخست في فترة الجلوكوفاج مقبول, غير الجلوكوفاج يبقى مش صح. دخلت ستي. نرجع لأم آدم وبعدها الأستاذ سعيد. أم آدم سلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أم آدم, اتفضلي. أيوه يا دكتور. معاك يا فندم, اتفضلي. أنا فكرة كنت كشف عن الدكتور فقال لي عندك ارتجاع مريء وحموضة. طيب. فأعطاني هيجي السنة هو كل روح عند الدكتور يديني دواء وحموضة. طب تغيري مكان بس الموبايل احسن, الصوت جاي اللي عندنا مش باين قوي. ام ادم مش واضح يعني. ماشي يا دكتور, اتفضل. كشفت عندك كده دكتور يعني بيضغط على الارتجاع المريضي والحموضه وترجع تاني برضه. اخر يعني انت دلوقتي ماشيه على علاج ولا من غير علاج؟ لا انا لسه كشفت برضه, اعطاني علاج جستين دياتي بتاع الحموضه, وكان عطني بتاع تبع بعد 20 ملي جرام كورتيزون دي, ولا معرفش 20 ملي جرام. لا ماشي حاجه جاستريزول. ايوه 20 ملي جرام. اي حاجه فيها زول, اي حاجه فيها زول بصحيح زول. يبقى أيوة. تبع المعده على طول. انت أيوة. في 50 دواء كده. معلومة حلوة. أنا مش لازم أعرفهم كلهم برضه على فكرة يعني. أعرفهم 50 دواء بس كل يوم بيطلعوا اسم تجاري. نعم. كل ما اروح عند دكتور برضه يديني هو النوع ديتي امشي عليه شويه برضه ويتم وترجع تاني. طيب انت كنت معانا من اول الحلقه ولا لسه سيادتك معانا قريب دلوقتي؟ لا لسه. اصل في اول الحلقه حضرتك اما هيعيدوها بالليل الساعه 1 بالليل هنا على القناه, او هتتحط حضرتك على الفيسبوك من بكره او على اليوتيوب اقصد, لو كتبت اسمي بس واسم القناه هيطلع على طول, هتلاقي فيه متصله بالظبط حالتها زي حاله حضرتك. فانا هجاوب سيادتك دلوقتي وبرضه ترجعي للحلقه هتستفيدي المتصله نمره 1 او نمره 2. الف سلامه على سيادتك. شكرا. شكرا ام يا دكتور. طب لو سمحت يا دكتور. نعم اتفضلي. طب وانا وضع عديلي السنه اهوت والدوره ما جاتليش عديلي سنه. الدوره ما جاتش بقالك سنه. اول مره انا والده 3 مرات كل مره كانت بتجيلي, المره ديت قالت لي السنه ما جاتليش خالص. سنك كام سنه يا فندم؟ سني 28. وكانت ولاده من سنه ولا ايه؟
ايوه من سنه. ولدت من سنه؟ ايوه. طيب ولاده طبيعيه ولا ولاده كانت قيصريه ولا بالظبط فيها ايه؟ لا طبيعيه. طيب كان في نزيف قبل الولاده او بعد الولاده؟ لا ما فيش حاجه، طبيعيه عادي يعني. رضعت عادي؟ ايوه رضعت طبيعي. رضعت طبيعي ومع ذلك الدوره بقى انت لسه بترضعي؟ ايوه لسه برضع، لسه عندي معايا زيني عندها سنه. ما في ناس بيرضعوا نضيف حتى لو كنت قبل كده بترضعي والدوره بتيجي. بس اول مره تحصل لي. خلي بالك بس، انت عايزه تحملي تاني ولا مش عايزه؟ لا مش عايزه الحمد لله. لكن يبقى انا برضو افضل انك انت ممكن تركبي وسيله ولا هتروحي لحد من زملاتنا. حاضر، هجاوب سيادتك، الف سلامه. شكرا شكرا يا ام انا. هو بالنسبه للمعده بتاعتها ماشيه على جاسترازول ولا وات ايفر يعني، وده دواء ممكن في منه 20 مللي جرام وفي منه 40 مللي جرام. هي القضية مش ان انا اديها دواء يريحها دلوقتي، هي القضية ان انا اديها دواء يجيب نتيجة مستمرة ينهي المشكلة. ينهي المشكلة. هنا طب مبدئيا كده هناخد دواء اسمه بريم بران 10 مللي جرام، حباية قبل الاكل بساعة ثلاث مرات. ده هيساعد ان المعدة نفسها مع الدواء بتاعها اللي هو الجاسترازول ده نخليه 40 مللي بدل 20 مللي، وناخده بالليل قبل العشاء مع تجنب الحاجات اللي الدكتور قالها عليها، القهوة والشاي والحادق والمسبك وكده، ونشوف بعد ثلاث اسابيع ان شاء الله. ان شاء الله. ناخد الاتصال اللي بعده، استاذ سعيد من المنوفيه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ سعيد. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. منور يا باشا. بارك الله فيك. والله انا عندي المدام بيجي لها شرقه كده، بتتكرر معاها كذا مره في اليوم، بتتعبها قوي. سيادتك بقى لها قد ايه الشرقه دي؟ هي بقى لها فتره معاها يعني. يعني نقول مثلا سنه مثلا؟ بقى لها يجي سنه. طيب بتيجي كل يوم ولا بتيجي احيانا واحيانا لا؟ لا هي كل يوم بتجي لها يجي ثلاث اربع مرات. ما تكونش انت السبب يا ريس، مع انك انت جدع ولذيذ. ايه ما تكونش انت السبب، مع انك انت لذيذ يعني. الله يخليك يا دكتور. سنها كام سنه؟ هي كشفت مره والدكتور قال لها بحاله نفسيه، فانا استغرب برضه. ما انا بدور على دي والله بيني وبينك يعني، بس انت داخل بقى مجاملنا وقايل لنا البقين حلوين. لا انا عامل زي ماراثون، زي ما رسول الله قال، يعني بعملها كويس الحمد لله. طيب هو الحاله النفسيه ما تجيبهاش كل يوم يعني، بيني وبينك الحاله النفسيه هتبقى متقطعه، واخد بالك ازاي؟ ده اللي انا بقوله. فالشرقه دي يعني هي بتحس ان في حاجه طلعت في زورها مثلا حمضيه كده؟ انا هخليك تكلمها يا دكتور. اديها لي يا فندم. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. بركاته. سنك كام سنه بقى؟ عندي 37 سنه. طيب 37. الشرقه حضرتك بقى لها قد ايه موجوده؟ الشرقه بقى لها يجي سنه بس، بتجيلي باستمرار وتخلينا دمع. لا هي مأثره على صوتك على فكره، انت صوتك كده طبيعي؟ يعني صوتك في بحه كده طبيعي؟ صوتي كده طبيعي. لا هو بصي بالنسبه لي انا كدكتور صوتك زي كما لو كان عندك برد، والبرد بالنسبه لي انا بيترجم يا اما التهاب في الاحبال الصوتيه يا التهاب في الانف او في نعم؟ عندي برد. كده قولي كده. في برد حاليا. احنا قاعدين ايه يعني مثلا؟ قاعدين على القهوه؟ لا لا ازاي بقى؟ انا لاحظت فعلا في حاجه في الصوت. لا انت هتشتغل بقى الشغلانه، بقول لك ايه، انت اخرك الورقه دي. لا اتفضلي يا انا ابتديت احفظ الادويه و... طب خلاص المره الجايه تقعد الناحيه دي ونجيب هوا يقعد هنا. ما نقدرش. اتفضلي يا فندم. فهي بتجيني على طول باستمرار وتخليني لما، فانا عايز لها، خدت لها علاج كذا مره وما ارتحتش عليه. يعني كل يوم بتيجي لسيادتك كلمه شرقه هنا؟ بتيجي في اليوم كذا مره، مش لا يعني عاوز اقول لك حاجه، شرقه يعني صوتك بيقف خالص ولا ايه؟ وصفها لي. لا صوتي بيروح منها في ساعتها كده وبعد كده صوتي يرجع طبيعي تاني. يقعد قد ايه رايح صوتك؟ ايه؟ الصوت يروح لمده قد ايه؟ هي بتجيني لمده دقيقه كده. طب ساعتها بتحس حاجه في حلقك؟ ايه؟ بتحس ان في شيء في حلقك هنا؟ كده خانقاني جامد. مش الاجابه دي، انت حاسه بخنقه لكن بتحس كما لو كان في يعني ميه طالعه كده في زورك او كده؟ لا
ايوه يا دكتور. طب الميه دي ميه عاديه ولا بتحس ان هي ميه ليها ريحه او مضايقاكي؟ لا ملهاش ريحه، ميه عاديه خالص. لا علاقه بالنوم اما تنامي على ظهرك او تقعدي؟ لا خدت ما بتجيليش بالليل على فكره قوي، بالنهار اكتر. طيب خدت ادويه طبعا؟ ايه خدت ادويه. ايوه يعني ما ريحتنيش برضه زي ما هي. تفتكر منها اي دواء؟ لا والله يا دكتور. طيب اتفضلي اقفلي ولا حاجه. شكرا وصف. شكرا. هي الشرقه اللي بتيجي دي اعتقد عاده بنسبه مثلا 90% بتبقى مش موضوعيه من المكان بتاع الشرقه. ما كلمه شرقه دي حضرتك يا اما احساس غير طبيعي ان اكل دخل او ميه او كده او ما شابه في الاحبال الصوتيه، يعني عمل نوع من الاثاره في اتجاه غلط. في اتجاه غلط، ودي اللي بتحصل لما بناكل. يقول لك شرق، استنى عليه الاكل، اللقمه دي هتروح فين؟ هتخش جوه بقى القصبه الهوائيه ولا يعني احبال صوتيه اللي هي الحنجره، ولا هتروح على المسار الطبيعي اللي هو المريء؟ واخد بال حضرتك؟ فكلمه الشرقه دي طيب ايه اللي جاي؟ يا اما حاجه جت من المعده من تحت من هنا وطلعت على فوق وراحت نازله على الاحبال الصوتيه فعملت الكحه دي. والصوت يقف والدقيقه اللي احنا بنقول عليها ممكن وشها يحمر والكلام ده، لانها عملت اثاره للاحبال الصوتيه. تمام. والاثاره دي لازم يطلعها بنسميها كاف ريفلكس، او اللي هو يعني تفاعليه التخلص من الماده الغير طبيعيه الغريبه اللي جات على الاحبال الصوتيه. تمام. طب الثانيه فين؟ يكون عندها التهابات في الجيوب الانفيه او منطقه تجويف الانف او اعلى البلعوم. واخد بال حضرتك؟ احتقان زي ما عندها برد كده، ما برد واخد المنطقه دي دلوقتي. واخد بال؟ يعني البرد ممكن يتسبب. فانا هنا اشوف انها تروح الاول لحد بتاع انف واذن، او لانها دايما هي انا عارف الدواء علاج ايه عشان تبقى فاهم. تمام. الدواء حاجات برضو ان هي للمعده ومش للمعده والحكايه دي، فكنا ما جابتش نتيجه تروح حد انف واذن يشوف عندها الجيوب الانفيه، يشوف عندها البلعوم من فوق، الحاجات دي كلها مهمة جدا 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 انها تشوف. روح للتخصص. طيب ناخد الاتصال معانا يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذة اسماء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد ازي حضرتك؟ اهلا بك يا بيه. الله يخليك. انا عندي ابني شاب عنده 20 سنة، كل ما يمشي قدام مني في الصالة كده رجليه بتفرقع من التقاء القدم بالساق كده. يعني أي مفصل يا فندم؟ المفصل بتاع التقاء القدم بالساق. يبقى ده الانكل، بنسميه الانكل. الانكل عند بز الرجل. عند بز الرجل بالظبط. ماشي رجليه بتفرقع بتعمل صوت لدرجه ان احنا قاعدين في الصاله بنسمعه على طول، ماشي كده على طول اوتوماتيك كده على طول. بيزيق يعني. بيخبط كده الصوت، صوت بيطلع من رجله صوت. لا زي طقطقه الصوابع. طقطقه. الله ينور عليك، زي طقطقه الصوابع كده حضرتك. الحاجة الثانية ان انا مريض سكر، انا والده انا مريض سكر. طب استنى مد ابنك بس سؤال صغير اسالك عنه. الولد بيمشي كويس ومفيش مشاكل عنده؟ لا بيمشي كويس ورياضي كمان، رياضي مش ان هو ما هوش، بيمشي كويس تمام 24 ساعة مفيش اي. طيب. مشكلة خالص. ادخل على السكر. السكر بقى بالنسبة للسكر انتظرت حضرتك من زمان، انت قلت لنا خلايا جذعية ربنا يبارك في عمرك وما جاوبتناش عليها، يا ترى احنا هنعمل ايه؟ لان احنا يعني من فترة طويلة عندي السكر وما يعني ما مش قادر اظبطه او ما يعني ما اكذبش عليك يعني. فانت كنت قلت لنا مرة على ان هيبقى فيه خلايا جذعية. طمنا عليها الله يرضى عنك. حاضر اللهم امين. ان امكن الله يكرمك طمنا عنها، ندعي لك كتير في صلاتنا والله. بارك الله فيك. حاضر. السؤال الاولاني احنا بيهمنا يا استاذ حسام وظيفة المفصل، مش شكل المفصل ولا صوت المفصل. هو الصوت ده بيبقى حضرتك تكون بعض الغازات داخل تجويف المفصل نفسه وبيحصل نوع من التخلص منها، الفرقعه دي. فبيعمل الصوت ده. ما تخصناش بحاجه ولا تفرق حاجه، راجل واضح عليه انه رياضي وبيجري وبيلعب كوره والكلام ده، خلاص مش مشكله. تمام. وفي ناس على فكره عندهم كل واحد له حته كده في جسمه بتطرقع. في اللي طرقع رقبته، في اللي طرقع رجله، في اللي طرقع عشان استاذ رفعت موجود، اي حاجه. واخبار حضرتك؟ فهي بيبقى عملية المفاصل دي يعني المهم الوظيفة،
يعني مثلا الركبه بتطرقع مش مهم، لكن انا لما يبقى في عندي خشونه في الركبه ومش قادر يمشي ومش قادر يروح ويجي هنا ابدا اخاف. نيجي على سؤال الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي حضرتك هي بنسميها خلايا المنشا. الخليه دي ممكن اما بنحطها في مكان ما بتبدا تتحور بطبيعه النسيج اللي محطوطه فيه. يعني لو اتحطت في القلب تبقى خلايا قلب، لو اتحطت في الكبد تبقى خلايا كبد، لو اتحطت في الرئه تبقى خلايا رئه، لو اتحطت في الاعصاب تبقى خلايا اعصاب، لو اتحطت في البنكرياس في مكان الخلايا اللي بتنتج الانسولين تبقى خلايا بتنتج الانسولين. واحنا اشتغلنا عليها من حوالي 10 سنين. واخبار حضرتك طبعا الشغل زي بره في اوروبا وامريكا بيكون مسموح للاطباء والاساتذه، مش الاطباء، للاساتذه انه يعملوا ابحاث مدفوعه الاجر. يعني بمعنى ايه؟ يعني المريض يدفع. وهم على فكره في امريكا بيعملوا خلايا جذعيه للعظام بالذات شغاله كويس قوي، والمفاصل والكلام ده، وبعضها بحثي. احنا في مصر ما بنسمحش بهذا الموضوع، وبالتالي انا لا احبذ حتى ما اشتغلنا عليها قوي. واحد، النتائج ما كانتش 100% وما كانتش مرضيه بصراحه. العيان او المريض يبدا بيتلمس، تقول له ده النتيجه هتطلع 10% وبعد كده يعني احتمال نجاحها ما يزيدش عن 10% ونجاحها لن يكون النجاح نهائيا. ما انت عاوز اليوتيوب يشوفك او عايز التلفزيون الناس تضحك عليها والكلام ده، تقول لهم ايه؟ العلاج اليقين النهائي. النهائي اليقين، التخلص من الكرش نهائيا، التخلص من الكلى فشل الكلى نهائيا، يا ريت. ومش عارف ايه الشغل اللي هو الدجل، وما الطب ما فيهوش نهائي على فكره. صح. ما فيش في الطب حاجه اسمها نهائي. ده حقيقي، ده حقيقه يا دكتور. لم يخلق النهائي. نهائي يبقى انت ملكت الكون، مش هينفع. يبقى انت بقيت رب، اعوذ بالله، سبحان الله العظيم، ان انت بقيت رب الخليقه. واخبار حضرتك ان انا بقول نهائي. نهائي مين اللي يقول نهائي دي؟ مفيش نهائي، واخبار، ولا حتى تقدر تقتل واحد نهائي، واخبار سيادتك، اكيد. فانا ارجع اقول ما بنصحش بيها، ليه؟ مكلفه، نتائجها غير مضمونه، النجاح الكامل مش مضمون. اللي يقول غير كده يبقى مش تبعي، واخبار حضرتك. طب احنا زمان قلنا لا، ما كنا بنقول للعيان في نسبه نجاح بنسبه كذا كذا، يبقى مبسوط قوي قوي انه حاطط في دماغه من 10% ولا 30%، وممكن لا، او ما طلعش 30% بقى يقول لك القرعه ما جاتش، انا بتصبني بقى. فاحنا طب نقول ايه؟ نقول ايه برضه؟ خلايا جذعيه. في حاجه اسمها الرفاهيه. يعني انت سيادتك دلوقتي عايز تطلع من هنا تنزل رمسيس، ممكن تركب اي عربيه. طب انت جبت عربيه بي ام او مرسيدس او 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 او، دي مش رفاهيه؟ رفاهيه طبعا، يعني معاك فلوس زياده. صح. اللي معاه فلوس زياده نيجي نعمل له حراره جذعيه للخلايا الجذعيه، بشرط لن تؤثر في حياته ولا يبيع حاجه عنده وتبقى بالنسبه له مبالغ تافهه. نعملها، نفعت نفعت، ما نفعتش ما نفعتش خلاص، ما يزعلش منا. طيب في عندنا ام عبير من الجيزه والاستاذ مجدي من المانيا. طيب نبدا بايه؟ ناخد ام عبير. قوي قوي، اهلا وسهلا. ام عبير من الجيزه، جارتنا برضه هنا قريبه. من الجيزه. احنا بنطلع من الجيزه زي ام عبير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي ام عبير. ازي حضرتك؟ الحمد لله، نعمه وفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ست الكل، اهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. ولاد بعد اذنك يا دكتور. نعم. انا رقبتي وجعاني بس من قدام، من هنا من عند زوري. بدراع اليمين، من ناحيه الدراع اليمين. لا استنى، لا في الجنب هنا. الجنب انت جنبي يا دكتور كده. ما انا بستنى شويه على الماسوره بتجيلك، بتاخد شويه. لا عندي الكتف هنا. ايوه يا دكتور. يبقى أيوة. عند التقاء. ايوه يا دكتور. الكتف الايسر بالرقبه. لا صح؟ لا الكتف الايمن. يبقى الناحيه دي كده. ايوه يا دكتور. طيب. ايوه. اتفضل. لا يا دكتور الناحيه دي منفوخه، منفوخه عن الناحيه دي. الو؟ ايوه انا سامعك وماشي كويس قوي، انا فاهمك. طيب منفوخه يا دكتور عن الناحيه دي. طيب اما بتحزقي النفخه دي بتزيد؟ اما اتكلم كمان النفخه دي بتزيد. يعني مع الكلام، مع الحزق، مع الكحه بتزيد النفخه دي. يا دكتور. طيب السؤال ايه؟ السؤال ان يعني انا خايفه من الانتفاخ ده، وبدعس لما بدي ايدي اعمل شغله بتوجعني من
يعني بدأ أحس بألم في الحتة دي. طب أما بتحطي إيدك عليها بتحسسي عليها جامد كده يبقى في ألم؟ أيوه. أما بتحسسي إيدك عليها جامد يبقى في ألم؟ لا يا دكتور مش قوي بس منفوخة. طيب أما بتضغطي عليها بإيدك النفخة بتروح؟ انا موافق لكن بتروح مع ايدك لما بتضغطي عليها وبعدين تقب تاني صح؟ ام عبير. ايوه بقول ام عبير ابعد عن التلفزيون شويه بس. حاضر اوطيه؟ او يا ريت توطيه يا ريت. حاضر ايوه دكتور. بس مش اي حد يقعد مكاننا كده يفهم العيان خلي بالك. اكيد طبعا فاهمين الدنيا سهله. لا 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 ما هي اتفضلي يعني بقول لسيادتك اما تحطي ايدك على الانتفاخ وتضغطي بيروح. بيروح شوية يا دكتور. ما بيروحش كله بيروح نصه مثلا. اوكي وبعدين الاقيها قد التاني وبالتالي انا بكلم حضرتك هي منفوخة برضو على جنب. طيب هي طالعة بقليلة كده من هنا صح؟ نعم. شوفي ايدي فين؟ بشوف الشاشة. ايوه ايوه هي ايوه يا دكتور. يعني عارفة عظم انت دارسة ايه الترقوة عارفة عظمة الترقوة؟ يا دكتور من تحت من اخر زوري كده من على جنب. لا خلينا نتكلم انت حضرتك عارفه الترقوه ولا مش عارفه الترقوه؟ ايوه يا دكتور كنت الحته اللي حضرتك شعرت عليها. طيب ماشي. وبعدين الف سلام عندك يا دكتور؟ كان استني بس كان عندك مثلا ربو عندك التهاب شعبي عندك كحه؟ انا عندي عندي حساسيه صدر عايشه بيها وبيجيني كحه جديده قوي ساعات. انت قاعد طبعا مش مقدر الحبه اللي احنا بنعملهم. لا ازاي بقى ده انا ممكن تسقف تعمل اي حاجه. والله ده انا عايز اقوم اقف والله اقدم التحيه بس. انا والله بعتذر للساده المشاهدين لان في كم اتصالات ربنا يخليك وفي اتصالات بتفصل زي ما الكنترول بيبلغني بس يعني الدكتور محمد يعني لازم يدي لازم. لا انا نفسي ارضي نفسي. مش هينفع مش هينفع لما. طيب خلاص انا وصلتني الحكايه عندك ربو وربنا يشفيك وحساسيه على الصدر ربنا يشفيك ويعافيكي. اللي موجود ده حضرتك عباره حاجه اسمها ايروسيل يعني كيس هوائي ناتج من ضيق الشعب الهوائيه اللي بيجي لها ربنا يشفيها اثناء امين يا رب الحساسيه اللي بتيجي وبتبقى بلبوزه كده موجوده تاخد بالك والاول بتبقى بتروح بعد شويه ما بتروحش لان الاكياس الهوائيه او بنسميها الحويصلات الهوائيه بتاعت الرئه اللي هي دقيقة جدا وصغيرة بتنتفخ لان الهواء بيعدي في مسارات ضيقة ما يجي يخرج فيروح مفرقعين شوية عاملين دي. ايه الخطورة في دي؟ انها ممكن لا سمح الله تفرقع فيحصل ان الرئة نفسها يحصل لها نوع من الكولابس يعني تنكمش. تنكمش. فهي هتروح تعمل اشعة عادية من 20 جنيه دي واخد بال حضرتك عند الاشعة العادية يشوف لنا الصدر وضعه ايه والمنطقة دي يركز عليها يعني ياخد اشعة كاملة ويجي على المنطقة دي بيركز عليها لفيلم لوحده والمفروض الاستاذ حسام بقى يبقى يستقبل حاجات دي الصور عشان تاخد ثواب كبير عشان ان شاء الله يا ريت يبعتولنا ممكن على الواتساب ان شاء الله. طبعا والعلاج يتمركز كله في علاج الربو الشعبي او الحساسية على الصدر شفاك الله وعافاك. واضح طيب. ان الحمد لله صوتك كويس وكده ما بتنهكش فواضح ان الامور طيبه عند سيادتك يعني وانت بتتكلم بالشفا ان شاء الله. ان شاء الله ناخد من الجيزه ام سامح. سلام عليكم. بتاع ايه نضاع؟ استاذ مجدي. السلام عليكم يا دكتور. اتفضلي اتفضلي يا ام سامح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا عندي سكر بقالي اكتر من 10 سنين. نعم اتفضلي. وعندي حرقان كده في رجلي وفي ايديا وفي صدري وفي كتافي وفي جسمي كله والحرقان ما بنامش خالص. طيب خلينا لدرجه ما بنامش الليل منه. السكر الصايم كام؟ كفها في ايديا. نعم كفها في ايديا ديت بتوجعني جامد قوي وكفها في رجلي. نار ولا ميه سخنه ولا ايه بالظبط شكلها؟ لا نار. بتقومك من النوم ولا بتمنعك من النوم؟ بتمنعني من النوم وبتقومني من النوم. كان الله في عونك. السكر الصايم كام يا فندم؟ السكر الصايم كان 115. والفاطر يا فندم؟ والفاطر 230. الوزن كام؟ 230. وزن سيادتك؟ وزني 90 كيلو. طول سيادتك؟ طولي طويلة يعني.
ما شاء الله. طيب اخر ست شهور وزنك زاد ولا نقص؟ لا ما وزني زي ما هو ما بينقص. وسكرك طول عمره الصايم كويس؟ طيب الفطر بقى بيبقى عالي. حاضر. والقلم ده بقى له قد ايه؟ القلم ده بقى اكتر عندي من سنتين، لدرجه والله يا دكتور والله انا الليله اللي فاتت ديت الفجر بقى تصور. الله يكون في عونك، انا عارف مقدر. طيب بس في سؤال، الم بس انا عاوز قبل ما اقفل مع سيادتك، الالم اللي هو بتاع صدرك او كتفك، في الم في صدرك او كتفك؟ اتقطع الخط؟ لا في كده بتكشف اللحم من ورا. لا بس انا خايف ده يكون الم مغاير غير الالم اللي احنا اتكلمنا عليه، يعني بيجي مثلا ما انت طالعه سلم بيجي وانت بتمشي. لا انا عارف انت نعم. انت عارف انا بكلمك الوقت يا دكتور. والله والله الالم شغال. حاضر. الف سلامة على سيادتك. الف سلامة. حاضر. شكرا يا مسامح بالشفا ان شاء الله. هي قالت الوزن كام يا مسامح؟ 90 باين 90 و115 على 230 او شكلها ما شاء الله يعني 120 180 ولا 170 يعني طويلة. اقول 665 بيبقوا طوال. تمام. فيعني الزيادة في الوزن هيكون 10-15 كيلو، هتنزل لي بس 5 كيلو بس وخلاص مش اكتر من كده. يبقى جميل. والسكر بعد الاكل هتظبط لان هيبقى في حمل تشال من على البنكرياس. أكيد. بالنسبه للالام دي، دي التهاب الاعصاب الطرفيه، والالتهاب الاعصاب الطرفيه الحقيقه دي نتيجه تراكميه او مضاعفه تراكميه لارتفاعات السكر في السنين السابقه. تمام. بمعنى يعني انا اظبط السكر دلوقتي مش هيخففها. انت عندنا حد؟ ما عندنا الاستاذ رشدي من المنوفيه، تبقى هيبقى اخر واحد تقريبا. يعني حسب. طيب. بقى ما ما لا ما انا عارفهم غدارين. لا ممكن نعمل نفسنا مش سامعين. لا وبعدين ممكن يجي يحجروا علينا مثلا ولا يروحوا طافيين الاستوديو ويشغل من عنده بس. استاذ رشدي خليك معانا، خليك معانا استاذ رشدي، مش عارف انت اخر واحد انت تمام مسك. فانا ارى يعني انا عاوز افسرها قوي، لكن احنا هناخد دلوقتي ادويه رخيصه وكان الله في عونك. هو الدواء بينيم شويه لكن قوي وبيجيب نتيجه ان شاء الله افضل من، وفي حتى ناس اتصلوا وقال عليه المره دي اسمه تيجريتول. هديك اللي هو 400 اللي هو طويل المفعول، تاخده حبايه قبل النوم 400 مللي جرام تيجريتول. دواء رخيص وطلعت منه اجيال اسعارها 10 اضعافه، هو اقواهم واحسنهم وما بيعملش يعني تعود ولا بيعمل بنسميه ادكشن، اللي هو يعني ايه ادكشن يا ريس؟ يعني اللي بيسموه مدمن، ما بيعملش ادمان، ما بيعملش ادمان، ما بيأثرش على خلايا المخ. ادويه غاليه جدا ب 300 جنيه و200 جنيه يمكن في الشهر توصل ل 400، بتأثر على خلايا المخ اللي هم دلوقتي حطوها جداول، وده افضل. وزاره الصحه عندنا عم حطها جداول لان في افراط في استعمالها. فتاخد التجريتور حضرتك 400 قبل النوم. هناخد برضو حضرتك حاجه زي فلدين فلاش عشان خفيف، حباية حضرتك على اللسان بعد العشاء. الدواء ده بس 3 أسابيع، وأما التجريتول نمشي عليه لحد 4 شهور. في حاجة اسمها ثيوتاسيد أو ثيوتكس أو أي حاجة من الرخيص، 600 ملي جرام كبسولة قبل الأكل بساعة 3 مرات. وأنا عارف إن هو بيبقى علاجه صعب، وربنا إن شاء الله تتوقعي تحسن بعد أسبوع إن شاء الله. ان شاء الله ناخد استاذ رشدي من المنوفيه. سلام آخر عليكم. اخر واحد ولا في حد تاني؟ خلي الكنترولر يقول لي انا عشان اظبط نفسي. هو عنده بس هيبقى اخر واحد بقى. طيب معلش الناس اخر 3 مرات. طب ما يتابعونا على الفيسبوك يا استاذ. ما هو نفس الحلقه بتاع الفيسبوك. الفيسبوك الحلقه اللي فاتت بصراحه انا يعني كنت يعني الحمد لله حزين ان ما قدرناش ناخد اكبر كم من كل اللي كتبوا لنا ما ردناش عليهم. طيب كلام ناخد لنا ناخد اخر اتصال. شوف قال لك اخر اتصال، مش انا بقول لك الجماعه دول. لا هو بصراحه ما عندوش، هو عمره ما يعني هو اخر اتصال ليهم، لكن هو ما فيش اخر اتصال بالنسبه للمشاهدين. الحمد لله. لا وانا سعيد ان المتصلين عارفين البرنامج وشكرا. وحتى بيقولوا لنا معلومات احسن من الاول خالص. تمام. على فكره بقى في وعي كويس جدا في طريقه الاتصال، في عرض المعلومة. خلاص بقى بينجزوا. بس ده في مزاح حسناتك جامد. احنا في الاول كنا بنتعب جدا معاهم عشان نستوضح منهم لغة. تمام. الحوار. استاذ عبد الرحيم انت معانا؟ اللغة بتعلى ما شاء الله. بعد كده هم هيقولوا واحنا نسمع بس. تمام. سلام عليكم. اتفضلوا. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا استاذ عبد الرحيم. اتفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين. انت بالصحة والسلامة.
من فضلك يا دكتور، هي سؤالين من فضل حضرتك يعني. اتفضل حبيبي. انا عمري 50 سنة وبتعالج من علاج، باخد علاج البروستاتا بقالي 3 سنين اللي هو بروك الفا 4 ملي جرام. وبعد اذن حضرتك انا بشتكي وقت مثلا جه لي يومين كده جالي دور زعل كده وبتاع، فحضرتك الضغط عليه وصل ل 160 و150 ونزل الحمد لله لحد 120، بس جيت احلل السكر حضرتك لقيته 120 106 124 صايم و158 فاطر، والحمد لله بدا ينزل شويه بسيط يعني. لا سؤال، هو انت عندك سكر ولا اكتشفت الكلام ده؟ لا ما عنديش سكر خالص، ده طيب. انا بحل بالصدفه كده يعني. طلع الصايم كام؟ طلع صايم 124. 124 والفاطر؟ والفاطر طلع 158. اكلت ايه وانت بتعمل الفاطر؟ والله يا فندم كلت فول وحاجات من دي كده يعني. طيب اوكي، بدات انت تعمل ريجيم وتقلل الاكل، الصايم اتعدل والفاطر اتعدل صح؟ والله يا فندم انا وزني معدي ال 102 وطولي حوالي 170، بس انا قاعد انا سواق يعني وما فيش حركه ليا، قاعد دايما قاعد على طول. طيب بس اما الدكاتره يروحوا لك بقى وعايزين منك حاجه في السواقه تخليك واد جدع كده. تحت امرك يا فندم. ما احنا اهو قاعدين على الهوا بندلعك وانت قاعد على السرير. ربنا يخليك يا فندم ويسعدك يا فندم ويبارك لك. لا ولغتك حلوه والله بس ما شاء الله. ده حضرتك الاحسن يا دكتور، ده ما شاء الله ربنا يبارك في معاليك يا دكتور. الله يبارك في سيادتك، اتفضل. بعد اذن حضرتك السؤال الثاني، ان انا دايما عندي انتفاخ على طول، انا معدتي عصبيه دايما بتنرفز على طول وبتضايق على طول، بيحصل لي دايما انتفاخ. فماشي على علاج يعني، كان من حوالي 20 سنه بيجيني حموضه دايما على طول، فكل دكتور اروح له يكتب لي علاج للحموضه، وماشي على علاج للحموضه دي حضرتك بقالي بالظبط 20 سنه لحد النهارده. طيب. ومع احترامي لسعادتك يا دكتور انا بغير العلاج ده على طول يعني، كل اسبوعين كده اجيب علاج نوع ثاني، بس ماشي على طول على 40 ملي جرام. اللي هو الزول ده بقى، جاسترازول مش عارف ايه، بيبرازول. تمام يا فندم. وبعد اذن حضرتك انا ماشي دلوقتي بقالي شهر اهوت على لانتانون 30، بس دايما انا معدتي دايما ورمه، وبس الحمد لله مش حموضه، اذا بطلت الحبوب بيجينا حموضه. طيب حاضر. اخد الحبوب ما بيجيناش حموضه، بس دايما عندي انتفاخ على طول في معدتي سعادتك، ومنتفخه وحاسس انها يعني ايه زي ما يكون فيها شايل فيها 50 كيلو من جوه. طيب خلاص اقفل بقى سيادتك عشان انت. شكرا استاذ عبد الرحيم. ثلاث اسئله يا رب افتكرهم. شكرا. بالنسبه للسكر هو عمل تحاليل حضرتك مش بالطريقه التقليديه. طيب. وطلعت 128 و100 حاجه و50، المفروض يا جماعه ما بنعمل بعد الاكل ما ناكلش لا فول ولا طعميه ولا الكلام ده، ليه؟ لان ده ما بيتحولش لجلوكوز بسرعه، ناخد ازازتين حاجه ساقعه او حوالي فنجال سكر اللي هو حوالي 70 جرام سكر. تمام. ندوبهم في ميه، عاوزين نحط ليمون ما نحطش، نشربه وبعد ساعتين نعمل التحليل. نخش بعد ساعتين. لازم يبقى سائل عشان نعمل عليه. طب انا دلوقتي اقول له اعمل كده، عشان اقول له اعمل كده لازم يقعد 3 ايام ياكل اكل طبيعي، يعني 3 ايام ياكل رز ومكرونه ومحشي ومش عارف كل الكلام ده، الدكاتره ما بتاخدش بالهم منه عشان تبقى فاهم يعني. يقول لك يلا حلل كده، في اسس للتحليل، في اسس. تمام. هو ايه بيستعجلك؟ انا عارف هو لو يعني هو قالها زي ما بيقول بكل اللغات. طيب خلاص احنا دلوقتي بالنسبه لنا بالعربي وبالانجليزي كل طبيعي 100%، وعيد السكر الصايم، وبعدين بعد الاكل بساعتين بعد ما تاخد 75 جرام سكر من اللي عندك متدوبين في ميه. اهم نقطه برضه عايز اقول لك عليها، هتاخد دواء دلوقتي اسمه دوجماتيل، حبايه قبل الاكل 3 مرات بساعه، الى جانب اللي انت بتاخده ان شاء الله الانتفاخات والحاجات هتخف منك، وتدعي لنا. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور محمد اشكرك. احسن هترضونا. اسمح لي نقفل. اقفل يا سيدي. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لميديسن، نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.